ما ماذا قلت لك؟ اه ماذا قلت لك؟ اه دعي بالعملية ولا انيس؟ الحمد لله انيس بالعملية. بس شيل العلبة معك بليز. كان عندك كيمستري فايزما كثير بالعملية. خليني اياك بس شيل العلبة معك يا اخي. ما تزعل مني، ما تزعل، ما حدا يزعل مني اذا حكيت، لانه اذا واحد حكي بيقولوا كله عم يجوا خير. ما تزعلوا. لا اذنت شكلك. انا بحضرك انا على التي في. خرب بيتكم. انا ما هيك كنا حبات طلعنا ببعض. عم مش نتكلم في حاجة مهمة. لا هي أصلا هيك بتغنيها هي. إيه أنا لو أخذت الرمية ما هغني ما فيها. إن شاء الله يعطوك إياها، إن شاء الله يعطوك إياها يا سيكي بقى تلاقي سيميا سعيد قدامي. أعملوا بقى مع بعض. لا عن جد يعني هذا رح تأثر عليك بالبراند. على قد ايش بس هنيه والله. الاهبه نارك فراقي هو انت يا روحي كنت لالي لو ناس زمان فكرك بيه. وعموما يلا مش حكايه كل ده هرمي خلاص ورايا وانا هرضى بقلبي تجالي. قال ايه بيهون عليك فراقي هو انت يا روحي كنت لاقي من اول ورا انا حنان ورفايل. كنا انا ورفايل قاعدين نحن نتدرب على فنانين. طب انا هيك كيف بدك تغني؟ لا كيف بدك تغني؟ قال ايه بيهون عليك فراقي تغير. قال ايه بيهون انا طلعت رفايل وهي طلع فيه. قال ايه بيهون عليك فراقي هو انت انا رفايل سنعرفني هو انت وانت يا روحي. تعرف ليش مشكلة إذا أخذتها هلا بضحك على مسرح؟ هاي مشكلة. لا لا أكيد لا. حنان فيها نومينيشن وفيها عادي ليه ليه؟ تفتكرين؟ لا جد جد وأنت بالإنجليزي طلع على السينما تلاقي هو أنت هتطلعي فوق أول ما تقولي هو تلاقي نفسك بضحك. أجل أجل قولي مثل ما عم تقول هي الاغاني اللي بتيجي. قولي مثل ما هي عم تقول حنان والدانسر قدامك شو بتقول؟ كثير حلو سمير سعيد. بس قول لهم ببدأ الكراتين. بتقول حلو فيها. قولي مثلها. بس هي لايقه عليها صراحه. ولا بتدي لي ليه؟ بتعرف شو المشكله؟ انه ما سكرتش من تحت. ريحة الزنقة سايبه من تحت بس مستغرب ماشي عمال بيتابع عاد ما يوصل الى العيش فاضي فاهم. حلو 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 تلوق لك ممنونه. ايه انت شلون ما لما تزعل بتعلمني شيء بالبرايم تحت سوني خد بالك والله هرجع اقول لك ثاني الاغاني السلسه تلوق لك يعني بدي مساحه مش عارف ترفع خدته عليك جدا ليك عشان حلو فيه بصير يحردك بالاوقات المناسبه بيعرف متى حردك لا 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 بس فعلا يعني يا عباس لا هو كنا هالقد هو كنا هالقد عملنا دخلت في دخلت هالقد كنا حاجات مالهاش لازمه بقى خلاص هالقد كنا بقيت فيك بقى هالقد هالقد كنا هالقد اسمه برتقال المرة. أكثر مسلسل أكثر فيلم بنحضره نبكي. برتقال المرة؟